السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اليوم اللي غادي الحصة تاعنا تاع فنيك تاع اليوم اللي نزيدو نتكلموا على المهازل والمهازل كرة القدم الجزائرية والقوانين الفرنسية اللي فرضها زاتشي، وهي قوانين غير منطبقة، قوانين غير منطبقة، قوانين اللي داروهم لي فرونسي، قوانين ما داروش مكاش الطيحة، وزادوا لي زيكيب وزادوا أقسام وخد آخرين وزادوا، لا قوانين اللي تاع المعدل هذه وتاع المعدل اللي مكاش هذه هنا عندنا حنايا، مكاش ما تجيش كاع وين بلاكار راك تشوف ناس كيفاش فارضين بالسيف ذراع كيفاش دخلوا عليك قوانين فرنسية، راك تشوف مازالوا مازالوا يحنون لفرنسا، مازالوا مأمنين باللي فرنسا مازالت خاطش هو هذا رئيس اتحادية، هذو الناس هما اللي فرضوا هذا رئيس الاتحادية، هذا فرنسا وكلش هما اللي فرضوا هذا رئيس الاتحادية هذا. وين شنا كيفاش نقول لك زاتشي ربحت معركة، الناس اللي راهم يتكلموا يقول لك الوزير راه ساكت، نهار اللي يهدر الوزير الزيتون قاعد يتحتت، نهار اللي يهدر الوزير غادي الزيتون قاعد يتحتت. عاد شو كاين واحد كاين لي زيكيب اللي كانوا في اللي طيحوهم كانوا خاطش داروا الطيحة بطريقة غير مباشرة، داروا الطيحة بطريقة غير مباشرة، كان اللي كان خاصته نقطة الروت اللي عنده باش يكلاسي حتى ولا ما طلعوا، زادوا طيحوهم تاديك الرابطات يبحث باش يولي يجتمع معاهم ويدير جلسات معاهم ويزيد يكذب عليهم، باش يكذب عليهم باش ما يديروا باش ما عارضة ويرسلوها الناس راهي دارت ورسلت للطاس باش يكون على بالكم، والوزير الشبيبة والرياضة غادي يقارع غادي تعطيهم الحقوق، فماك تكون الهضرة، فماك تكون الهضرة تاع الوزير جاو غير بسياسة، أنا والله ماني مقلق. أرجع تشوف، ولي دار هذا القوانين، لي دار هذا القوانين، شكون؟ محمد سعد، محمد سعد هو اللي دار هذا القوانين، أمين العام هو اللي جاب هذا القوانين، مع زاتشي ومع الجماعة جابوا قوانين تاع بلاكار جابوهم هنايا، هذا محمد سعد، ولازم تحقيقات في في خاصة الأمين العام في الوثائق، هذا محمد سعد هذا وين داروا كلش خاطش عليه طلعوا لي زيكيب غير اللي داين عليهم الدراهم، انا راني نقول فيها ونعاودها وراني هنا في الجزائر، الله ينعل اللي ذره تاع خوف منهم، الله ينعل اللي عنده ذره تاع كنت تعرفوا الشكاوات اللي راهم عندي من جهتهم، والله ما تامن راسك، والله ما تامن تقول هذا راه يهدر بصح ما عنديش ذرة خاطش على هذو ما كان والو، هذو زيرو، هذو زيرو، هذو لازم يروحوا، هذو لازم ما يقعدوش، هذو خاطر على الجزائر، هذو بقايا، بقايا، هذو هما البقايا، تشوف الحريقات تشوف من تشوف من، حتى في كرة القدم. اللي يخدم خدمته تاع الحريق، اللي يخدم خدمته تاع الحريق، اللي راه يزيد في الفواطير تاع التريسيتي تاع الماء، اللي راه يحرق، اللي راه يدير، اللي راه يدير، اللي راه يدير، اللي راه يزيد، اللي راه خاصة ويزيدوا في الفواطير ويدير منه ويديروا منه، كلش منظم، وكاع لبنا بهم، كاع لبنا بهم، أنا إلا مواطن بسيط، أنا ما كان والو، أنا التالي في الجزائر، أنا كمال 45 مليون، أنا التالي في الجزائر. ورا على بالي كيما ذاك اللي راه يزيد في الفواطير وهذاك اللي راه يحرق وهذاك اللي راه يهرس في المؤسسات، زاتشي مع هاد الناس، المنظومة الرياضية مع هاد الناس، كيف 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 باش يكون على بالكم، هذه باش يكون على بالكم، زاتشي ومحمد سعد يعني هذو زوج وبهلول هذو راهم داو دراهم على لي زيكيب اللي طلعوهم، الكولاسة وما أدراك ما الكولاسة، وين شنا كيفاش عبد الكريم مدور وين وصف القرار في الأول ببطولة بيضاء
بل وأضاف قائلا إننا لن نخسر شيئا. شو هدر هدرة تبعه إذ لم نلعب كرة القدم، وهو كلام حقيقي وقد لا يصلح للمرحلة الراهنة فقط بل وعلى المدى الطويل، لكن مدور ومن سير اللعبة يدركون جيدا أننا لم نمارس الكرة أصلا في يوم من الأيام أو في موسم من المواسم، بل اللعب الصحيح كان يحدث في الكواليس، وما أدرك ما الكواليس. أما عن خسارة وحجم تلك الخسارة فالواقع يقول إننا خسرنا الكثير بسبب الكرة حتى قبل الكورونا، وامتدت إشكال خسارة من الأموال الضائعة إلى سقوط أرواح بريئة، ولا نتحدث هنا عن الأنصار فقط بل حتى عن المسؤولين، ولعل الرحيل الرئيس رابطة عنابة مؤخرا ما يزال بحاجة إلى توضيح في ظل الشكوك التي تتماسك بها عائلة حول وفاة الحاج أحمد مبارك. قرار توقيف البطولة ومنح اللقب للأول في الترتيب كان متوقع، بل ولم يكن هناك أي سبب مقنع لاستئناف كل هذا الوقت نحو 5 أشهر من أجل اتخاذه فعلا لإجراءات صحية كانت ستتوفر للعب، ولا حتى للظروف العادية كانت مضمونة في البطولة تقام معظم مبارياتها داخل ملاعب مغلقة وبلا جمهور حتى قبل انتشار كورونا. السبب الوحيد الذي جعل زتشي يعطل اتخاذ قرار محاولته كسب الوقت بارتاج جماعة لترتيب البيت بعد رحيله المتوقع جدا، فالرجل يعرف أنه بات منبوذ بارتاجو جدا من طرف صناعة القرار منذ فترة ليست بالقصيرة، بل وتم تكليف الوزير الشبيبة والرياضة الجديد السيد علي خالدي بمهمة واحدة باش تسمعها يا ستي، بارتاجو ماذا بكم بارتاجو وهي إسقاطه. وقد شرع الوزير الخالدي في تنفيذ فعلا فكسب جولتين مما هما تحريض قدماء اللاعبين جبهة التحرير ضد المكتب الفيدرالي ونصف عقد جمعية عامة لم تكن قانونية أصلا بارتاجو في انتظار الجولة الثالثة وهي سقوط زتشي فعلا مع إمكانية محاسبته عن طريقة التسيير وكيفية صرف الأموال الطائلة التي تركهم الرجال بارتاجي خويا. ولكن بعيد عن هذه الصراعات يبقى السؤال، ماذا استفادت الجزائر وماذا سيستفيد الشباب المولع بكرة القدم في كل هذا الشيء؟ لا شيء أقول لكم، وعليه قد يكون من بين السياسة الممكنة اتخاذها خلال مرحلة كورونا أو الاحتواء أثرها فيما بعد تعليق المباريات والمنافسات الكرة القدم لفترة أطول، فلا هذا سيؤثر على المنتخب الوطني المعتمد على خزان البطولة الأوروبية أصلا، ولا سيجعل الجزائريين يفتقدون أجواء حماسية جدا لكل شيء ما عدا لكرة القدم. قرار تعليق وكلما كان طويل سيضعف من مكسب الخزينة العمومية ويجعلنا نرتب الأمور مرة أخرى لنبدأ بشكل مختلف وبسياسة جديدة، والأهم بوجوه جديدة. هذه باش يكون على بالك السي زتشي، راك خاسر 2 جولات، البوكس عنده 3 جولات 4، راك خاسر 2 جولات مع الوزير، الثالثة راك طايح وراك عارف روحك أنت منبوذ من طرف السلطة غير مقبول بك. نبداو كاع الفيلم من الأولى، نجيبوها بغيت تروح المصر قالك ما خلاوش تروح، تنهار التالي عطاوك كاشي عطاوك ستيلو قالك روح، جيت طردوك، جبنا الشهداء تاعنا تاع المقاومة الشعبية ربي يرحمهم طردوك، درت استاتي شكرت الوزير عيطلك قالك ما تشيتليش
قلع اسمي قلعته. شو كيفاش؟ مازال الجولة الثالثة وهي المنعرج. أنا نقولها لك أودي والله لا قارئ لك، أي قارئ لك في البي... بشي قارئ لك في البيراج موجد لك قوانين. خاطش الأندية اللي راسلوا الطاس وانت حقرتهم هما عارفين باللي نحقروا. خاطش بهلول تاش طلع تاع بهلول شات طلع تاع بهلول شاد دراهم وطلع. الناس اللي داو دراهم اللي مدوا لكم دراهم وطلعتوهم، والناس اللي ما طلعوش خاصة تاع ديك بين الرابطات هذيك قلعتوها وقيل قسم قلعتوه، هذوك تما طاحوا اللي كانوا كو كملوا الشامبيون كانوا غادي يطلعوا، كانوا غادي يطلعوا ما يطيعوش. نتايا واحد طبقت لنا قانون تاع فرنسا اللي ماشي منطبق، ماشي كيف كيف، ماشي كيف كيف. هما خدش عليه ما قلعوش اقسام، ما زادوش اقسام، وما طيحوا ما خلو نورمال. بصح انت روح طبقت تاع فرنسا تهضر على القانون تاع فرنسا، قول البلاكار غادي يسلكك. جاي الوقت الحساب وقول البلاكار يسلكك. بارطاجوا جماعه، عطونا لي جماعه، عطونا لي كومونتير راكم تشوفوا. خاص عامل واحد يعيط لي يقول لي شو بير علاش الفيديو تاعك وصلني ثلاث ايام روطار ولا. نقول له بسبب السينيال، الناس يتسينيالي راهم بزاف، انتوما راهم بزاف، راهم بزاف على ذيك. عاونونا بارطاجوا، بارطاجونا احنا رانا نهضروا، احنا ما غاديش نحبسوا عليهم. هذه هي.